نائب هوشيار عبد الله. شكرا سيد الرئيس. أبدأ بملاحظة عامة تخص رؤية ومعالجة الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة بينها وبين حكومة إقليم كردستان بخصوص رواتب موظفي الإقليم. وبحسب رأيي من المؤسف أنه ليس لدى الحكومة أي رؤية داخل مشروع الموازنة لهذه السنة لحل هذه المشكلة التي بسببها تستمر معاناة مئات الآلاف من عوائل الموظفين في الإقليم، حيث تم تثبيت نفس المادة التي كانت موجودة في موازنات العامين الماضيين والتي أثبتت فشلها وعدم جدواها في معالجة المشكلة. ومع الأسف الشديد في التقرير الأولي للجنة المالية أيضاً ليست هناك أي إشارة لبيان رؤيتهم حول هذا الموضوع، ولا توجد إشارة إلى هذه المشكلة باعتبارها تحدياً إنسانياً وأخلاقياً يقع على عاتق الجميع. وقبل أن أبدأ بملاحظاتي أناشد مجلس النواب على وجه الخصوص هيئة الرئاسة واللجنة المالية الموقرة بأن نجعل من موازنة هذا العام فرصة لإنهاء معاناة موظفي الإقليم، علماً بأنهم حملون أمانة بإيصال أصواتهم إليكم. أولاً فيما يخص المادة عاشراً الفقرة الثالثة التي تتضمن جعل الاتفاق اختيارياً بين حكومتي الإقليم والمركز، هذه الفقرة في السنوات الماضية كانت ذريعة بيد كلا الطرفين للامتناع عن الالتزام بالاتفاق النفطي، ويجب أن نحذف هذه الفقرة ونجعل الاتفاق إلزامياً وليس اختيارياً، وأقترح أن نضع مجموعة من الآليات لإلزام كلا الطرفين. على سبيل المثال، في حال نكوص الحكومة الاتحادية يكون من حق حكومة الإقليم أن تلجأ إلى المحكمة الاتحادية والعكس أيضاً، وفي حال عدم التزام حكومة إقليم كردستان، أقترح أن يكون من حق الحكومة الاتحادية أن تتعامل مع محافظات الإقليم بشكل مباشر دون المرور بحكومة الإقليم، تجنباً لمعاقبة الشعب بجريرة مخالفات ارتكبتها حكومة الإقليم، أو يكون من حق الحكومات المحلية في محافظات الإقليم أن تتعامل مع بغداد بشكل بعد دقيقة. عندي لا بعد دقيقة. ثانياً، فيما يخص المادة التاسعة للفقرة خامساً والتي تتضمن تخصيصات قوات البيشمركة أيضاً في السنوات الماضية، الحكومة الاتحادية لم تلتزم بهذه المادة بذريعة بيع نفط كركوك من قبل حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الحكومة عاقبت البيشمركة بسبب خلافات نفطية بين الحكومتين. وأقترح أن نعيد صياغة هذه الفقرة بما يضمن عدم التذرع الحكومة الاتحادية بأية ذريعة للامتناع عن صرف تخصيصات البيشمركة. ثالثاً، فيما يخص المادة 34 الفقرة ثانياً التي تتضمن استقطاع نسبة 4.8 من مجموع رواتب ومخصصات جميع الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان، هذه الفقرة أقل ما يقال عنها إنها المضحك المبكي، فجميعكم تعلمون بأن موظفي الإقليم لن يستلموا رواتبهم منذ مدة طويلة، فمن أية الرواتب نستقطع هذه النسبة؟ وعليه أقترح دمج حصة البيشمركة مع الحشد الشعبي. كمل. في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، علماً بأن هذه النسبة تعد عالية بالنسبة لأصحاب الدرجات الدنيا. أربعة، أقترح على اللجنة المالية أن تنسق مع اللجنة التي تم تشكيلها لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم للخروج بحلول مشتركة وفعالة. وأخيراً، أؤيد فكرة السماح للموظفين في عموم العراق بالحصول على إجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي، شريطة أن نضع جملة من الضوابط والاستثناءات. وشكراً. شكراً جزيلاً.